مبسوط عند عمتي ولا جوزها منكد عليك؟ منكد على مين؟ ده انا نكد على 100 زيه. طب خد بالك منها بقى عشان هو كان مبهدلها جامد الفتره اللي فاتت. مبهدلها ازاي؟ وانتوا ساكتين ليه؟ ولا ساكتين ولا حاجه. المشاكل تخصها ومدخله ابويا وستي، مش عارف اتدخل بينهم يعني. اه بس عمتك ما حكتليش اي حاجه عن الحوار ده. ولا هتحكي. انت عارف اخواتك ما بيحبوش المشاكل. طب انا طالع اشوف القصه بتاعت عمتك. ماشي. هلا حنين، هلا هلا هلا.